السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهو معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين الاتحاد السنغالي يعلن رحيل المدرب المنتخب السنغالي إليو سيسي. يعني وشاهدنا الهيشر السنغال، هيشر السنغال وعلى رأسهم يعني الأرملة تاع قاسامة. هما باين عندهم أرملة اسمها سوسو، احنا عندنا صوفيا وهي اسمها سوسو، يا سوسو تاع السنغال. عندهم يعني مسيلمة كذاب تاع السنغال، عندهم غسالة كلاب تاع السنغال، عندهم شينوية لي يخون الصبابي تاع السنغال، عندهم يعني قنوات كيما تاوعنا يعني، وراهم يخرجوا وراهم يقولوا لازم إليو سيسي تخلوه يكمل من أجل يعني الحلم تاعو، يعني من أجل تحقيق الحلم وهو التأهل لكأس العالم 2026. هذه يا خرجوا ناس راهم يهضروا. شاهدنا وين عندهم فانيك في واحد القناة يعني يخرج فيها، عندهم اونسيان جوار يسموه هما، احنا عندنا بويش وما عندهم بيش، عندهم بيش فانيك يدافع. خرج فانيك واحد كيما ذاك بالقايد يعني يبكي في قناة، وما عندهم قناة النهار، فانيك خرج يبكي وقال لهم انتم ما تبغوش الراجل. عندهم فانيك خدام في البي اسبور، احنا عندنا بو طمين، هما عندهم طمينه يعني، وقال لهم انتم ما تبغوش ولاد بلادكم. هذه هي، وخرجوا يعني خرجوا عندهم هيشر بزاف، راهم يطالبوا ببقاء وراهم يضغطوا من اجل بقاء إليو سيسي. لكن للاسف إليو سيسي يستقيل من تدريب يعني المنتخب السنغالي، استقال. ما قال انا ندي دراهمي، ما قالوا له ادي 6 أشهر واسمح فيه الاخرين، ما والو يعني، حط استقاله طاك 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 تلقاو على خير، بدون سليمة، بدون بهرجه، بدون منا تاع خلوني نروح نخمم، ولا ما كاش كاع، ولا خرجوا ناس في السنغال قالوا له ادي دراهمك. يعني كاين ناس يقولوا له ادي دراهم في السنغال، ما يقولوا له ادي دراهمك في السنغال، ما يقولوا له ادي دراهمك. ماغري يعني انجازات، واحد قال لهم عنده انجازات كيما المدرب تاعنا، ما عندوش انجازات كيما المدرب تاعنا، يعني المدرب تاعنا ما عندوش انجازات كيما تاع إليو سيسي. إليو سيسي كلاعب لعب كوب دي موند، إليو سيسي كمدرب لعب دو كوب دي موند وداي كوب دافريك، يعني داي كوب دي موند ومتاهل للدور الثاني كوب دي موند، داي كوب دافريك ومتاهل كوب دي موند، الكوب دي موند دوزيام تور. إليو سيسي 2017 خاطر كان يقول لك في 2015 كان لورو بلون، كان هذاك اللي شعره صفر هذاك الرطب هذاك، ودي راح لي كان معاه في 2015، ربحناه 2-0 في 2017 وصل الكار دو فينال. شو الانجازات تاعو؟ شوف علاه نقول لك بلي المدرب اللي كان عندنا ماشي كيف، شو الانجازات اللي عنده؟ 2017 كذا ما هو مدرب وصل الكار دو فينال، تأهل الكوب دي موند 2019، شوف 2017 وصل كاردو فينا، 2018 راح الكوب دي موند، 2019 لعب فينال والحاكم حرمه من ضربة جزاء شرعية، ما قال باللي الحاكم، ما قال صوت الحاكم ياكل في المطار الدولي تاع القاهرة ياكل في الميلفاي وبغيت نضربو كيفاه ما ضربوش وكلش، قهوة حليب بالميلفاي ما قالها ما والو، رفد قشو قلع قال لهم نخدمو. 2022 رفدها كوب دافريك، رفدها. شو الإنجازات؟ شو الناس اللي عندهم إنجازات؟ شوف 2022 رفدها، 2022 راح كوب دي موند دوزيام تور، 2024 تأهل وخرج في الكاردو فينال يعني بسبب يعني مين قال خسر مع الكوت ديفوار، هذه هي بلد المنظم، وخسر يعني ما نقولوش خدموها له، لا بصح خسر بصعوبه، خسر بصعوبه، هذه هي، ماشي يخسر مع موريتانيا، هو يكذب موريتانيا يقليها، يكذب موريتانيا يقليها، ما يخسرش مع موريتانيا، ما خرجش خرجت البعير، ما خرجش خرجت البعير، يعني مدرب كبير، بصح شتايلا ما مشات حبست، كوب في سبتمبر هذا
خسر 1-0 دار 1-1 في بلاده وخسر 1-0 صايك سي بون سي بون حبست. وين اعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم يوم الاربعاء راحل المدرب اليو سيسي وذلك بعد نهاية عقده بنهاية شهر الماضي، وعدم رغبة وزارة الرياضة في البلاد بالمصادقة على تجديد تعاقده. يعني خرج عليه وكتب يعني الاتحاد السنغالي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك من العميد الشهير إلى مدرب يعني المدرب أسطوري، كتبت أجمل صفحة في التاريخ كرة القدم السنغالية، إنه وطنيتك وإحساسك بالواجب والتضحيات كانت إنعكاس حي لنجاحك، شكرا لك على كل شيء إليو سيسي، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق. شو إليو سيسي غادي يحبس من؟ غادي نسمعوا باللي راه خدام. إليو سيسي غادي يحبس من؟ غادي نسمعوا باللي راه خدام. ما نسمعوا باللي يخرج واحد كيما بطمين يقول لك عنده 15 عروض، ما نسمعوا كيما عندهم معطاوي يقول لك يا ودي هلال السعودي الاهلي السعودي ولا الهلال السعودي ولا النصر السعودي توازن جملين الافا، رانا نشوفوا الناس تجيب في مدربين والمدرب اللي هضروا عليه قال لك تخيلوا لو كان يروح من الجزائر شكون اللي غادي يقوينا المنتخب اللي يرضى عليه ويقلبه، يا ودي شكون اللي يرضى عليه ويعيط له دروك. هذه هي يعني والله لا. وكتب يعني ونجعل شكرا لك على كل شيء إليو سيسي. وكانت صاحبة صوت يعني السنغالية قد كشفت اليوم أنها تم إبلاغ الاتحاد السنغالي بقرار إقالة يعني إليو سيسي عبر بريد إلكتروني من طرف وزارة الرياضة في البلاد، وذلك بسبب النتائج المخيبة للآمال خاصة خلال تصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، حيث تعادل المنتخب مع بوركينا فاسو بهدف لهدف وانهزم أمام بوراندي بهدف لصفر. والجدير بالذكر أن المنتخب السنغالي يستعد لخوض مواجهتين يوم 11 و15 أكتوبر أمام الملاوي برسم جولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب. أكتشوف ما قال لك يا ودي ما قال لك شيء، ما قال لكش باللي يا ودي لازم تخلو ويحقق الحملة ولا كاش هذه هي. ويعد إليو سيسي من أبرز المدربين في تاريخ المنتخب السنغالي، حيث حقق نتائج غير مسبوقة عندما لعب المونديال في مناسبتين 2018-2022 وتأهل إلى الدور الثاني لدورة روسيا فضل عن لعب يعني عن اللعب النهائي كأس أمم إفريقيا سنة 2019 والتتويج باللقب القاري سنة 2022 للمرة الأولى في تاريخه. وتقول تقارير صعبة أن ثلاثة أسماء مرشحة لخلافة سيسي وجميع من نجوم سابقين للمنتخب السنغال على غرار عمر دوب يعني وحبيب باي وبابي هذو هما ثلاثة اللي غادي يكونوا في القائمة. يا ربي يكون معهم. هذه هي أخويا. شوف كيفاش زوج خطرات مكالي في الدوزيام تور كوب دي موند. شو الاستمرارية والتطوير؟ دومي فينال وصل فينال 2019 2022 داها احنا اللي ديناها، خرجنا برومي تور، خرجنا خرجة البعير، لا تطوير لا والو. واو لله الناس غالطة، الناس بزاف غالطة خويا، تولي حاسبة سهلة، وغير واحد حقق الحلم تاعك ولا مشي على ظهر بلادك، لازم تخدم حقق حلم تاعك، لازم تخدم، هذه هي. ما
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.